السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عبد العليم المتولي عبد العليم، السن 33 سنة، المؤهل، حصلت على ليسانس آداب وتربية من كلية التربية جامعة الأزهر قسم اللغة الفرنسية عام 2006. في 2008 حصلت على الدبلوم المهني من كلية التربية جامعة المنصورة قسم مناهج وبرامج تعليم بتقدير عام جيد جدا، وفي 2009 حصلت على الدبلوم الخاص من كلية التربية جامعة المنصورة قسم مناهج وطرق تدريس بتقدير عام جيد، وكذلك حصلت على شهادة ICDL، وأعمل حاليا كمعلم لغة فرنسية في مدرسة الأورمان الخاصة بالمريوطية إدارة كرداسة التعليمية مديرية الجيزة. فيما يخص منظومة التعليم الجديدة في مصر Education 2.0، طبعا الهدف الرئيسي منها هو اكتشاف المواهب وتنمية المهارات الحياتية للطلاب. وطبعا أهم ما يثير اهتمامي في منظومة التعليم الجديدة في مصر Education 2.0 اهتمامها بشكل الفصول وبطريقة جلوس الطلاب داخل الفصول، واهتمامها كذلك باللغة الأم واستخدام استراتيجيات التعلم الحديثة، واللي من أهمها التعلم التعاوني اللي بيساعد على وضع أهداف مشتركة وتقوية روح التعاون والمشاركة، وكذلك بيساعد على التفكير المنطقي والسليم واستخدام مهارة الاستماع والتحدث والشرح. ولما نتكلم عن منظومة التعلم الجديدة في مصر Education 2.0، ما ننساش دور Discovery Education وبنك المعرفة، واللي بيمثلوا أكبر قاعدة بيانات رقمية مجانية على مستوى العالم، واللي بتتيح للطلاب الاطلاع على آلاف الفيديوهات أو المقالات النصية والعروض التفاعلية اللي تم اختيارها بعناية كبيرة جدا لتتناسب مع كل الدروس في كل المواد. ولما نتكلم عن Discovery Education، ما ننساش إن هي المسؤولة عن تدريب المعلمين على منظومة التعليم الجديدة في مصر بعد تكليف وزارة التربية والتعليم ليها بسبب سمعتها الطيبة، ومن خلالها بيتم الارتقاء بالمهارات الفنية والأكاديمية والشخصية للمعلمين. وكذلك بتهدف Discovery Education إلى إعداد معلم قادر على التعامل الفعال مع الطلاب وتطبيق المنظومة الجديدة في مصر، بما يضمن تخليق أجيال جديدة قادرة على مواكبة التطورات في كافة المجالات. كلنا عارفين إن منظومة التعلم الجديدة تم تطبيقها في العام الماضي 2018-2019 على KG 1 وKG 2 والصف الأول الابتدائي، وهيتم إن شاء الله تطبيقها في العام الدراسي الجديد 2019-2020 على KG 1 وKG 2 والصف الأول الابتدائي وكمان الصف الثاني الابتدائي. وطبعا شرف ليا إن أنا أكون ضمن مدربي Discovery Education. أتمنى يكون ربنا وفقني، والسلام عليكم ورحمة الله.